أمتى بدايتك مع الغناء كانت؟ 2018 تقريبا، سنة 2018 هذه بداياتك، أولى بداياتك أولى بدايتي في الاحتراف، يعني نسجل في أغاني وخاصة بيا وبديت هيك معنا، وقبلها يعني كانت هواية وخلاص، ما كانتش حاجة واضحة ورسمية في حياتي. يعني أغلبية الفنانين بداياتهم كانت من طفولة يعني. يعني لا، الطفولة كنت نحب الموسيقى هلبة ونسمع هلبة للفنانين الكبار ونحبها هلبة، يعني ونتمنى تشبعت بالموسيقى. بعدين قررت ونتمنى أنينين، حتى إمكانياتي كانت ضعيفة، كان صوتي مش حلو. كيف صوتك مش حلو هذا؟ كان صوتي أول مرة في حياتي نشوف فنان يعترف لي يقول لي أني أنا كان صوتي مش حلو، كيف؟ مش قلت بصراحة، هذه صراحة كيف؟ لكن مع عرفتي كيف بنقول لك، مع البرامج بيع تغني لي حاجة توا على الطاير وش نقول لك، صوتك حلو ولا لا؟ ولو اني ناس سمعتها يعني خلاص، ما دام سمعتني خلي بعدين نغني لايف مع الفرقة، نغني حتى لايف مع الفرقة بعدين. بقول لنا حاجة هيك، حاجة زي مثلا اي شيء. نغني لك اغنية لك انت بالمايك. ايه، البنت اللي بيا عيونها لوسية، بحبك من قلبي يا رويدة وانت عينيا، حبك من قلبي يا قلبي وانت عينيا. البنت اللي بيا عيونها عسلية، حبك من قلبي يا رويدة وانت عينيا، حبك من قلبي يا رويدة وانت عينيا. لا يسمعوني تحية، يلا أحلى تحية لأحلى بنت ليبية. يعطيك الصحة. لا هذا لما قلت لك. لا، ما هو انا ما سمعتكش في هذيك الفترة، ولكن يعطيك الصحة، صوت واحساس جو هيد يعني. ثانك يو، شكرا. فعجبتني، لا فيك الصراحة انك يعني تعترف، متصالح مع نفسك جداً. الله يبارك. باهي.